إبان الغزو العراقي الغاشمي كان موقف الجامعة العربية شاهدا على التضامن العربي الرافض للعدوان على دولة الكويت، حيث نصت أهم قرارات الجامعة العربية في الاجتماع الطارئ لملوك ورؤساء الدول العربية في يوم 10 من أغسطس عام 1990 على إدانة الغزو العراقي لدولة الكويت. كما تقرر في ذلك الاجتماع انسحاب القوات العراقية الكامل وغير المشروط من أراضي دولة الكويت والتأكيد على استقلاليتها. تعود الذكرى لنستوقف التاريخ في لحظة عربية كانت عصيبة حاسمة. في 10 من أغسطس عام 1990 كانت جامعة الدول العربية شاهدا على انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، وقد نجحت تلك القمة في إصدار قرارات تؤكد التضامن العربي مع الكويت والوقوف مع شعبها على الصعيدين السياسي والعسكري. موقف الجامعة العربية إزاء الغزو العراقي للكويت كان الموقف الرافض تماما لهذا الغزو، وطلبت جامعة الدول العربية نتيجة لتنسيق مصري مغربي سعودي جزائري سوري العراق بسحب قواته من الكويت، ودعوة الأطراف المعنية بالأزمة بإجراء محادثات من أجل إيجاد حلول. عقد اجتماع قمة عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، تم لهذا الاجتماع رقم 23 في تاريخ الجامعة العربية في القاهرة. يوم 9 في الأول كان اجتماع وزراء خارجية العرب، بيبقى دايما تمهيد للقرارات اللي تاني يوم في الملوك والرؤساء. تاني يوم يوم 10 اجتمع الملوك والرؤساء، وبناء على هذا الاجتماع أصدرت الجامعة العربية 4 قرارات. القرار الأولاني إدانة الغزو الغاشم العراقي إلى الكويت. 2 تأكيد سلامة واستقلال دولة الكويت. 3 تأييد دولة السعودية بطلبها بدعمها بقوات عربية. القرار الرابع أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع تنفيذ هذا القرار. لم يقتصر الغزو العراقي الغاشم على الكويت وحدها، بل امتد تأثيره المدمر على المنطقة كافة، فكانت هناك خسائر اقتصادية أدت إلى تداعيات سلبية طالت العالم كله. جاء هذا الغزو للأسف الشديد، طبعا أنا كنت ماسك هذا الملف تحديدا لأن كنت ماسك ما يسمى بمجلس التعاون العربي. أنا أذكر في تلك الفترة كان هناك اتجاه أن تحقق قمة عربية خارج القاهرة، فحصل نوع من الإنذار وتقرر أن الجامعة تجتمع فورا في القاهرة، وأصدرت قرارات بشجب هذا الاعتداء. وقفت الجامعة العربية وقفة حياة واحدة، لم يشذ بلد عن هذا، وواضح أن العالم العربي كله وقف مع أشقائنا في الكويت. الكويت دولة لا تستأهل منا إلا كل الخير وكل النظرة الطيبة. ولو ندرس التركيبة السكانية في الكويت هي عبارة عن جامعة الدول العربية مصغرة. ولما كانت الكويت العضو الدائم في جامعة الدول العربية سباقة في دعم كافة القضايا العربية، فقد كانت هذه القرارات تأكيدا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها. على قدر مفاجأة الغزو العراقي الغاشم للكويت، على قدر وقوف الأشقاء العرب وتضامنهم معها، الأمر الذي يؤكد أن للكويت مكانة خاصة ودورا محوريا ورئيسيا ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم كله. من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت.